الذي اختزل الله كل ما فيه من فضل في قوله في ذيل الأمر بالصيام لعلكم تتقون، في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سؤال، وماذا إن اتقينا؟ يعني ما الفائدة التي نجنيها إن اتقينا ربنا؟ لأن أهل علم النفس يقولون بأنه لا وجدان إلا متقدم إلا تقدمه إدراك، ولا نزوع إلا وقد تقدمه وجدان. هذه أمور متلازمة، إدراك فوجدان فنزوع، فلا وجدان إلا بإدراك ولا نزوع إلا بوجدان. إن أدركت الباصرة مثلا ووجد الخاطر نزع الجسد إلى نيل ذلك المدرك. رأى امرؤ مثلا ثمرة يانعة، هذه الرؤية إذا إدراك فأعجبته، هذا وجدان، فامتدت يده لاقتطافها، هذا نزوع. ولذلك لما أراد الله تعالى أن ينهى أن يستأصل بذور بل جذور الشر حرم الإدراك، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليمتنع النزوع ويحفظوا فروجهم، النزوع، فحرم الإدراك ليمتنع النزوع. ثم لما جاء الصحابي ليتزوج قال له صلى الله عليه وسلم أرأيتها؟ قال لا. ما إيش قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها. فأمره صلى الله عليه وسلم بالإدراك ليحصل الوجدان ثم يتحقق النزوع. وهكذا ما لم يدرك تدرك ثمرة التقوى فلن تدرك قيمة الصيام، إذا لم تدرك قيمة التقوى لن تدرك قيمة الصيام، إذا ما أدركت قيمة الصيام فإنك لن تنزع إليه. والغثاء الذي نسميه في زماننا هذا استعداد لرمضان، هذا خير شاهد بل أكبر شاهد على أن الناس ما عرفوا قيمة التقوى، ثم لأنهم ما أدركوا قيمة الصيام، فلذلك كانت استعداداتهم له غثائية. هذا الذي تراه الآن عند أغلب الناس إنما هو ناشئ عن استهانة بالصيام، والاستهانة بالصيام ناشئة عن عدم إدراك لثمرته التي هي تقوى الله.